ده أول سؤال. وسبحان الله أنا جبت معايا الكتاب، والله أنا ما أعلم الغيب، لكن أنا ما كنت في الداخلية دي عارف في شبه لا سبحان الله. أول سؤال جبت معايا الكتاب، قال: هل شيخ الإسلام ابن تيمية مجسم ومشبهة كما يقول عباد القبور؟ هل هو مجسم ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ الجواب: ابن تيمية غير مجسم. وين الجواب ده؟ دي فتاوى ابن تيمية. هسه أنا بقرأ لك من كتاب أوريك، هو برد على المجسمة ذاته، فبيجوا بكذبوا للطلبة، قال ابن تيمية مجسم. نحن لما نرد على زول من الإنصاف بنجيب كتابه، بنقول الزول ده قال كذا وهذا كتابه. أنت من الإنصاف تجيب كتاب الزول وما تقطع الكلام. ابن تيمية برد على الفلاسفة، وبرد على عباد البشر، وبرد على أهل الباطل بشتى أنواعهم الذين ينفون وجود الله تعالى، يرد عليهم جميعا، ويرد على اليهود والنصارى وعلى غيرهم. وصنف مصنفا سماه الواسطية، سمى الواسطية لأنه في قاضي في واسط ولا زول من الأعيان رسل له وقال له اكتب لنا العقيدة الصحيحة، فقام كتب لي العقيدة الصحيحة وسماها العقيدة الواسطية نسبة للرجل اللي سأله ده، أو نسبة للمنطقة. بعد ذاك شنو الدواء؟ بعد 7 سنوات جابوا واحد من حكام مصر، جابوا وجاب معه مجموعة زي لجنة، قال له الناظر ابن تيمية وعملوا مجلسين رد عليهم وألقوا بعض الشبهات، قام ردها، قال لفظة الجسم ابن تيمية، أنا دار أجيب لك كلامه، قال لفظة الجسم في المجلد الخامس، مجلد الخامس اسمه الأسماء والصفات الجزء الأول، قال فيه الألفاظ على قسمين، ألفاظ جاءت في الكتاب والسنة وهذا لا غبار في نقلها، كقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لكن بنقول نثبت ما أثبته الله لنفسه، لكن ننفي المماثلة. لو قال لنا يدين الله زي يدين المخلوق بنقول لا. ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع شنو؟ البصير. لكن لو قال لك الله عنده يدين تقول آي. ليه؟ تقول لأنه قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت شنو؟ بيدي. أنت بتكذب القرآن؟ طيب، قال الألفاظ الجاءت في الكتاب والسنة، ركز في كلامي ده كويس عشان شوف هذه تزول منك، وأنا هسي بعد شوية بنقول لك برضو من الجزء الثالث. قال الألفاظ يا إما ألفاظ جاءت في القرآن والسنة فهذه نقول بها، يا إما ألفاظ لم تأتي في القرآن ولا في السنة فننظر إلى القائل، إن أراد معنى صحيحا وقال هذه اللفظة وأراد معنى صحيحا فنقول له ما ذكرته وتريد به المعنى الصحيح فهذا المعنى الصحيح مقبول لأنه معنى صحيح، أما هذا اللفظ الذي ذكرته فليس في الكتاب ولا في السنة، يعني الأولى أن لا تقوله. فهمت الكلام؟ أيوة. قام بعد ذاك ابن تيمية رحمه الله قال الجسم في القرآن جاء في موضعين، أسمع كلامي ده كويس، قال لفظة الجسم في القرآن، ما هم يقولوا ابن تيمية مجسم، ابن تيمية ما مجسم بيرد على المجسمة، قال الجسم في القرآن جاء في موضعين وفي كلا الموضعين لم يرد الله به نفسه وإنما الجسم للمخلوق، في الموضعين ديل للمخلوق. الموضع الأول في سورة البقرة: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم وشنو؟ والجسم، وده هنا مخلوق صح ولا ما صح؟ طيب، الموضع الثاني في سورة المنافقون: وإذا رأيتهم تعجبك شنو؟ أجسامهم. تاني القرآن من الفاتحة للناس ما بتلقى لفظة جسم، تلقى لفظة جسد. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه
جسدا ثم أناب. ولو لاحظت الكلمتين ديل في البقرة والفي المنافقون ديل ما عن الله وإنما عن مخلوق، صح ولا ما صح؟ طيب، أما الله تعالى فلم يذكر الله في كتابه أنه جسم، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن الله جسم. اسمع الكلام كويس، كلام ابن تيمية. والسلف الصحابة ما ذكروا كلمة جسم لا نفيا ولا إثباتا في حق الله تعالى. كيف؟ في صفات في القرآن الله ذكرها والرسول عليه الصلاة والسلام في السنة ذكرها. عليك الله، ركزوا في الكلام ده كويس يا جماعة. ذكرت في الكتاب والسنة إثباتا. زي شنو؟ من صفات الله أنه يسمع، لكن سماع يليق شنو؟ بجلاله، ليس كسماع شنو؟ المخلوق البشر. الدليل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ده بالإثبات، أثبت لنفسه أنه يسمع. لو قالوك الله بيسمع تقول بيسمع. سماعه زي سماع المخلوق؟ تقول لا، الدليل ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. مش كلام واضح وكلام دغري؟ طيب، في صفات جات منفية كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسيح الدجال وذكر أنه أعور العين اليمنى، قال وإن ربكم ليس بأعور، يعني نفى عن الله أن يكون شنو؟ أعور. مش واضحة؟ دي سمة عن طريق النفي، وإن ربكم ليس بأعور، لأنه ليس دي أداة شنو؟ نفي. السلف لا في النوع الأول للثاني ما ذكروا لفظة الجسم، لا قالوا الله جسم أثبتوها، ولا في عبارات ما قالوا الله ليس بجسم زي الحديث ده. فهمت الكلام؟ عشان كده انت ما تقول الله جسم في القرآن ولا في كلامك، ما بتلقاه في القرآن ما بتلقاه. ده كلام ابن تيمية رحمه الله، وابن تيمية قال دي لفظة ذاته مبتدعة. أنا أقرأ لك كلام ده كتاب ابن تيمية عشان ما يجوا يكذبوا لك، يجيبوا لك كلام. ابن تيمية بجيب مرات كلام للمجسمة وبيرد عليهم، اللي بيقولوا الله جسم زينا نحن كذي، والله مركب ومن أجزاء وكذا وكذا وكذا، يصفون الله بما لم يصف به نفسه ولم يصفهم به نبيه صلى الله عليه وسلم، بيرد عليهم ابن تيمية. يقوم يجيب لك كلام وابن تيمية رادي بعد صفحة ولا صفحتين أو قبلية أو في نفس الصفحة تحت الرد، يقوم يجيب لك الكلام فوق يقول لك وقال ابن تيمية وهذا كتابه وصفحة كذا، وانت تشيله زايد. هسي لو جزول قال لك ما تصلي، قلت له دليلك شنو؟ قال لك الله قال لا تقربوا الصلاة في القرآن. عندك شك في الآية؟ قل له ما عندي شك في الآية، لكن الآية دي عندها اتمام، صح ولا ما صح؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم شنو؟ سكارى. انت ليه تجيب الكلام وعنده باقي تتمة؟ تجيب كلام تيمية وعنده باقي تتمة ليه؟ ما تبقى منصف. أنا بقرأ لك ثلاثة مواضع، ثاني بعد الثلاثة مواضع ده كتاب ابن تيمية الفتاوى الجزء الثاني، بجيب لك بالصفحات. بعد الثلاثة مواضع دي لو زول قال لك ابن تيمية مجسم أعرفه كذاب وهذا كتابه. طيب، تيمية ده زول عالم يا أخي. الصفحة 81 من الجزء الثالث، ودي سمة التدمرية. الجزء الثالث ده فيه التدمرية، وبعدها انتهى منها خشة جاب الواسطية كاملة نقلها. بعد الواسطية جاب مناظرة في الواسطية، ناظر ناس في مجلسين. شكيب بعد شوية بجيك الكلام ده، دي كتبه هنا جوا. طيب، صفحة 81 قال ولهذا، ده كلام ابن تيمية، لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذا الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه احد من السلف والائمه.
لما اقول لك السلف يقصد بهم الصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم. طيب، فلم ينطق احد منهم، يعني من السلف والائمه، فلم ينطق احد منهم في حق الله بالجسم. ده كلام منه ابن تيميه صفحه 81، قال لا نفيا ولا اثباتا، زي الكلام اللي شرحته لك قبل شويه، ولا بالجوهر. ما في واحد من السلف برضه قال الله شنو جوهر، والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولهذا لم يذكر الله في كتابه، اسمع الكلام ده ركز فيه، ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. كلام مش واضح؟ أنا أديك كلام أوضح من ده في الكتاب ده ذاته، صفحة 168. قال فقال أحد كبار المخالفين، ابن تيمية قال لك فقال أحد كبار المخالفين، هم بناقش الناس. طيب، واحد من الناس اللي خالفوه وخالفوا الحق قال شنو؟ فحينئذ يجوز أن يقال، أي يعني الله تعالى، هو جسم لا كالأجسام. ده كلام أحد منه كبار المخالفين، عليك الله ركزوا كويس. قال فقال أحد كبار المخالفين فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام، فقلت له أنا، ده كلام منه ابن تيمية ده المصنف، قال فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين إنما قيل أنه يوصف الله بما وصف به نفسه، أنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا السؤال. كلامه مش واضح؟ قال وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم. ده كلام منه من تيمية، ده الموضع الثاني، أمش قدام الموضع الثاني كطبوا على زاي. هم ابن تيمية قال الزول اللي قال الله جسم ده زول رافضي شيعي قال. والله تجي تقول لي أنت بتقول الله جسم ومجسم. صفحة 186، وده كتاب، أي زول يجي يتأكد بعدين كان داري يتأكد. بعدين النازل من زمان بيصفوا أهل الحق بأوصاف شينة، يقول لك حشوية وخامسية ومجسمة وما سلم منهم، حتى الصحابة ما سلمون. والله قال وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد، وقال كان عمرو بن عبيد من المبتدعة. شوفوا قال شنو، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حشويا. قال عن ابن عمر كان شنو حشويا، اسمع لسه. فالمعتزلة سموا الجماعة حشوا كما تسميهم الرافضة الجمهور، وقلت ده كلام منه كلام ابن تيمية، وقلت لا أدري في المجلس الأول أو الثاني، أنا ما قلت لك ناظروا في مجلسين. قال وقلت لا أدري في المجلس الأول أو الثاني، أول من قال إن الله أو أن الله جسم هشام ابن الحكم الرافضي. ثاني يقول الزول مجسم، وقال لك أول من قال أن الله جسم هشام ابن الحكم الرافضي، صفحة 186. لكن ابن تيمية انت قالوا له مجسم ليه؟ لأنه أثبت العلو وأثبت لله ما أثبته لنفسه، وديل ذاته اللي بيقول لك مجسمة منتسبين بعضهم لطرق لناس، ناس ذاته بيقولوا الكلام ده. الزول اللي ناظرته ده ذكرت لك مناظرتي معاه، ده قلت له يا أخ واحد من شيوخك ديل ماذا رجيب اسمه شيخ الزريبة ما بتعرفوه، بعدين قلت له شيخك ده قال اشرح لي الكلام ده، قلت له انا بتحداك اشرح لي الكلام ده كلام شيخك ده،
قال ترقوا بسر السر والطمس والعمى إلى المحو والكنز الخفي وما حوى إلى سر جمع الجمع والصحو والبقى به شاهدوا ربا على عرشه استوى. أشرح لي قلت لي الكلام ترقوا ذا كلام شيخ ذاته من الكتاب بتاع ترقوا بسر السر والطمس والعمى إلى المحو والكنز الخفي وما حوى إلى سر سر الجمع إلى سر جمع الجمع إلى سر جمع الجمع والصحو والبقى به شاهدوا ربا على عرش استوى. أشرح لي الكلام قلت لك يا أخي الله قال في القرآن الرحمن على العرش شنو استوى. الرحمن دي جملة اسمية، الرحمن مبتدأ وخبر المبتدأ شنو على العرش شنو استوى، وأخبار القرآن صدق ولا كذب؟ صدق. انت تقول لا ما استويت، تقول لا ما استويت. أرجع التفسير، العلماء أجمعوا إجماع، أنا بقول لك كلام تيمية. طيب الهم بسببه يكفروا صفحة 260 إلى 265 ده المجلد الثالث. قال شنو؟ وقال الشيخ العارف أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الكيلاني في كتابه الغنية، ده تعرفوا عبد القادر منه؟ الجيلاني، مش بقول لك الطريقة القادرية، ده ذاته عانه. قال شنو في كتاب الغنية؟ الغنية ده كتابه، مش الغنية بتاعت الأورغن، الغنية اسمه غنية الطالبين. قال شنو؟ قال أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات صفحة 264 على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، أو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء. قال ولا يجوز، ده كلام عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية، قال ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى. ده كلام عبد القادر الجيلاني، لسه أصبر عين. وقال الإمام أبو الحسن الكرخي الشافعي في مقدمته المشهورة في اعتقاد أهل السنة، وهي منقولة من خط الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح، قال شنو؟ عقيدتهم أن الإله بذاته، عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب لسه. طيب وقال الشيخ أبو نصر السجزي، ده صفحة 262 في كتاب الإبانة له، وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك ابن أنس، ده الإمام مالك، وسفيان ابن عيينة وحماد ابن سلمة وحماد ابن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا إلى آخره. لسه وقال أبو عمر ابن عبد البر في كتابه التمهيد في شرح الموطأ، وهو أجل ما صنف في فنه، ده شرح الموطأ، الموطأ حق منه مالك، وأبو عمر ابن عبد البر ده من أئمة شنو المالكية، شرح الموطأ. قال في كتاب التمهيد لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد
لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو حديث منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل، اسمع الكلام ده، قال: وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم أن الله بكل مكان وليس على العرش، لقول المعتزلة. قال في الدليل على صحة ما قاله أهل الحق، قال: قول الله الرحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. الله قال لعيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك شنو؟ إلي. تجي تقول الله ما فوق أي شيء، نسأل الله العافية. وتجي تقول ابن تيمية مجسم، ابن تيمية برد على المجسمة، ذا كتاب ابن تيمية.